أسبوع جديد ومواضيع جديدة رح نتناولها بالتفاصيل وأهمها إطلالة أصالة نصر اللي عملت ضجة كبيرة بأحدث حفل لها بدبي، التغير الصادم بأحدث إطلالة لسام حسن بعرض فيلمه الجديد. شو رأيي من هيدا الموضوع؟ مزارات منى واصف الغريبة للممثلة اللبنانية زينة مكي، ليش يا ترى كانت عم تطلع فيها بهيدي الطريقة؟ مروه راتب ترد على الحاسودين بتعويذة خاصة لإبعاد الحاسودين عن حياتها. رقص الفنانة شيرين بأحدث حفل لها، إضافة لتعليقي لأول مرة عن المطربة السودانية ماروكو، وفواجع أخرى مثل العادة. ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. حدث الشاغل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي كان يا ترى شو هو؟ هو إطلالة أصالة بأحدث حفل لها أقيم بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. خلينا نشوف لقطات سريعة على إطلالتها ونعود للتعليق. عدا عن الريش والشانجليش اللي كانت لبسته أصالة، كانت الإطلالة تزيد رقي وتزيد جمال. جات وحطت هالقلوسة على راسها، صارت عاملة مثل طاسة الرعبة. صارت إطلالتها شبيهة جدا بالفولون أو بالريشة اللي كنا نلعب فيها راكات أيام التسعينات. شكلها السيدة أصالة مغلطة بين المسرح وبين ملعب التنس. أشنع من هيك إطلالة مؤخرا لأصالة ماني شايف ولا رح شوف. بحس شذا حسون عم تبكي بالزاوية وعم تلعن حظها من بعد اللي شفناه عم بتنافسيها صرت يا أصالة على لقب إمبراطورة الموضة. فضروري بكرة يا شذا حسون جاي مهرجانات بمصر، إذا كنت مدعوة عالجونة ولا الجونة تشدي همتك وتفكري كتير شو بدك تلبسي، لأنه صايرة أصالة عم بتنافسك على هيدا اللقب. عدا عن الريش والشانجليش اللي كانت لبسته أصالة، خلينا نشوف كيف تصرفت بطريقة غريبة على المسرح. لما تطلب سندريلا من سوق الشرجة هيك بتطلع النتيجة، ولتح الأرض ريتك شو هيدا. لا تقولوا لي عفوية وما عفوية، منه عفوية، هيدا قلة احترام للجمهور. والله أنا إذا جبت كلسون ضيق وصار في عندي أوجاع معينة بيجي بروح بقلع الكلسون قدام الجمهور، لا تقولوا لي هاي صرماية وما كرا. القصة الصرماية مهينة للجمهور أكتر. في شيء اسمه فاصل، في شيء اسمه استراحة بين غنية وغنية، وفي شيء اسمه كواليس. منروح ورا هيدي الكواليس ومنشلح الصرماية مثل ما بدنا، او فينا بكل بساطة بلا ما نعمل هيدي الحركات المقلة طعمة على المسرح. انت هيك هيك لابسي فستان 12-13 متر، كنت شلحيها بلا ما حدا يحس، بس هيك مثل كأنه فايتين على بيتنا وبدنا نزت حالنا على التخت من بعد مشوار 4-5 كيلومتر مشي. هاي مانا ظابطة وقلة احترام كتير للجمهور، وثلاث ارباع العالم ما حبت هيدي الحركة من أصالة أبدا. أنت تتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. تام حسن صدم الجمهور بشكل كبير بسبب إطلالته الأخيرة للترويج لفيلم الهيبة يلي تصور جديد من إنتاج شركة الصباح. لتفهموا عن شو عم بحكي خلينا نشوف ونعود للتعليق. إطلاق فيلم الهيبة، تحكي لنا شو اللي اختلف بشخصيتك بين الفيلم؟ الشخصية بالفيلم كروحية وكتركيبة هي امتداد، لكن بتمر بظروف
مختلفة. كيف بتشوف تجربتك بالسينما؟ هل بتفضل السينما أكثر أو الدراما أكثر؟ هاي عين وهي عين يعني كل شيء. صراحة وقتها كنت عم شوف هيدا الفيديو تفاجأت بشكل كبير من التعليقات السلبية من أغلبية المعلقين، وكلهم كانوا عم ينتقدوا شكل تيم حسن، أشبوم غير، افشو كبران، صاير بيشبه عمي أبو مسعود، عيونه كبار وسود. لا 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 لا، بدنا نروق. أول شيء هيدا الشكل الطبيعي لحي الإنسان بهيدي المرحلة العمرية. بالنهاية شو بتكون، هو ممثل وما لازم يعمل بوتوكس ويصير منفوخ مثل الدبور، مثل ما عم نشوف زياد برجي وعاصل حلاني ما شاء الله صايرين مثل كأنه عقصهم دبور ممارمين. هيدا ممثل وهيدا الشكل الطبيعي لإله بهيدي المرحلة العمرية. ما تقعدوا لأنه عامل تجميل ونلاعب بحاله. هلا يمكن لوك الشواري بمبشعه تما تنحكي المنطق، ولكن يمكن هيدي هي الإطلالة اللي اختاروا له إياها مشان هيدا الدور. عيب. كمان ما تنسوا انه الاضاءة بيضة وهو بشرته بيضة وهيك بتصير مثل السكانر بتبين كل العيوب بالوجه. فكتير انزعجت على كمية هيدي التعليقات السخيفة على شكل تيم حسن. ما لازم نشجعه انه بعد في ناس عم تطلع طبيعية، حتى في عنا ممثلات وممثلين هني وبالفرشة بالدور بيكونوا طالعين فول ميك اب. فبرافو تيم حسن، وهيدي التعليقات كلها سخيفة وما قلها طعم. انتشرت فيديوهات بشكل كبير عن الترند موجود غنية على تيك توك بشكل كبير، ولكن كان الهدف منها لفت النظر لنظرات منى واصف لزينة مكي أثناء حديثها عن الفيلم الجديد. لتفهموا عن شو عم بحكي خلينا نشوف. شو الشيء اللي حرصت اني غير الشخصية؟ صراحة أنا ما ركزت اني غير الشيء. هي الشخصية كيف مكتوبة طبيعتها مختلفة عن الشخصيات النسائية، وهن أصلاً الشخصيات النسائية اللي كانوا بالمسلسل كل واحدة مختلفة عن الأخرى. بس هالشخصية تحديداً يمكن وجودها بالقصة، طريقة اللقاء صراحة مبلومة لمنى واصف بسبب الموديل يلي صافي بجنبها. هلا اوكي فستانها حلو وبيقطع ما بوشي، ولكن موديل الشعر عاملة مثل السيدة ملعقة. ما بعرف شو كان الهدف انه يكون راسها عامل هيك مثل انتين الراديو. مش هون المشكلة، ولكن انا بعتقد انه منى واصف كانت عم تنظر لزينة مكي بهيدي الطريقة بسبب السخافات والفلسفات يلي عم بتقولها عن الشخصية اللي عم تلعبها بالمسلسل. يعني في عنا مجموعة من الممثلين إن كانوا لبنانيين أو سوريين، حتى بمصر في شوي، بس تسألهم شي عن الشخصية بدل ما يجاوبوك بشكل واضح وصريح بفتولك بالمورائيات وبتقول يا عمي عم بفككوا الموليكول تبع الأتوم تبع الشيمي ولا تحت الأرض راتكن. تكون الشخصية شقفة سراءة ومحتالة، بيجوا بيقولوا لك بالمورائيات لهذه الشخصية وعانت في حياتها وذهبت ومدت يدها، بفوتوا لك من مواضيع غريبة عجيبة. ونفس الشيء زينة مكي قاعدة عم تتفلسف وعاملة حالة متخرجة من جامعة أفلاطون وأرسطو، وأكيد منى واصف منبهرة بكمية السخافة وسف الحكي اللي ما قالوا طعمة بهيدا اللقاء. No chance. ما في تشانس أبداً. انتشر فيديو بشكل كبير لرملاء نكد من بعد ما كانت عم تطرب مجموعة من الجمهور بأحد المطاعم بلبنان. خلينا نشوف هيدا الطرب ونعود. حبيبي ولي تحت الأرض ريتك، ولي تحت الأرض ريتك. انت منك عم بتغني، انت منك عم بتغني، انت شيخة لجلب الحبيب مع رطل زبيب. انت هيدا يلي عم تعمليه منه طرب. في بمصر أم كلثوم وعنا في أم كلثوم وبفخارة صوت ما عندك يا أختي. في أغاني خفيفة، في أغاني بتلبق لطق الحنك
والستيريا اللي انت بتعمليه، بس فرد مرة بتغني الوردة الجزائرية بدنا نروق. بس منو قاهرني من كل اللي صار ومن الفاجعة الفنية اللي سمعناها الا الجمهور المنسجم والمبسوط واللي عم بيزقف اكيد ها سفين شيء قبل ما يفوتوا على المطعم، لانه ما معقول حدا يسمع كمية هالنشاز ويقعد يزقف وينطرب. كان لازم بالبيضة او بالسرماية يوجهولك تحية وتشكرات على هيدي الاصوات العظيمة يلي كنت عم بتسمعينا اياها. يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. الفنانة المصرية شيرين تلفت النظر بتواجدها بأحد الحفلات طريقة رأس غريبة ومبتذلة. خلنا نشوف. يعني في عندها غنية لشيرين بتقول يا بتفكر يا بتحس، وهالتيشيرت واصلة للنص ولا تحت الأرض ريتك صايرة شو ما بيعمل. حسام حبيب عم تعملي مثله، هو هديك المرة كان بأحد الحفلات كان برفقة رقاصة مشهورة يمكن روسية، انت هلأ جيتي وبرفقة رقاص، بس الفرق انك طالعة بتيشيرت يمكن بيك جاي فيها على الحفلة وهالشورت شبر ونص، وما شاء الله يعني ما فينا نقول الا يخزى العين شو هالجمال والخارق اللي كنت مبيني فيه. مع القليله لتلفتي نظره وتغيظيه اذا مثل ما هو عم بيعمل عم تعملي مثله، على القليله عرفي البسي وطلعي بطريقه حلوه وكلاس، مش هالطريقه المبتذله اللي ما بتليق فيك ولا بتاريخك الفني ولا تحت الارض ريتك جرسينا. بعتولي وعرفتوني عن مطربة جديدة أنا صراحة أول مرة بشوفها ما كنت بعرفها قبل، تدعى ماروكو وهي بتغني بالسودان الشقيق. خلينا نشوف ليش انتشر بشكل كبير الفيديو تبعها. أنا بموت في الجراجير، أنا بموت في الجراجير، الجراجير شغالين شغل انواع ما بنغلط. اول شيء بدنا نوجه تحيه للمصور، شكلك يا عزيزي خريج كليه الليزر والاشعه، يعني انت منك عم بتصور المخلوقه، انت جاي وعامل سكان لوجه ما ضل شيء مبين، البثور الحبوب الزوان تكتلات الميك اب حتى زيت القلي اللي ناقعه في وجهك كمان بينت لنا، يعني نتشكرك الف تحيه، انت المصور المناسب في المكان المناسب. هلا منجي ومننتقل لموضوع المغني العظيمه. بحب هني اهل السودان انه صار في عندهم تيسير العراقيه فرع السودان، يعني فينا نسميها تيسير السودانيه. كثير سالت عن معنى كلمه جراجير، كل حدا يقول لي شيء، ولكن اغلبيه العالم قالت لي انه هي بتموت في الجراجير، يعني بتموت بالبيض ولا تحت الارض. شو عم بيطلع عنا مستوى ان كان بلبنان او بسوريا او بمصر او بالسودان مؤخرا، صاير كتير في من هودي النور يلي بيجوا بيغنوا اشياء نصة اباحي كرمال ليرفتوا نظر الجمهور. ان شاء الله ما تكون مسيرتها الفنية طويلة، لانه هلأ بتموت بالجراجير بوتجرا، بتصير بتموت بالخيار والباتنجان والجزر ولحقوا على سلطات خضرة وفواجع فنية. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. مروة راتب قررت مرة جديدة تتحدى الحسودين والحسد بطريقتها الخاصة. خلينا نشوف. خمسة وخميسة حصنت نفسي يا رب العالمين، حصنت جمالي، حصنت متابعيني يا ربي. بسم الله عليكم، هب هباهم الله، هب هباهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، عين الحسود فيها عود، قل أعوذ برب الفلق. حصنتك يا ربي، حصنت قني اللهم إني حصنتك مالي وحلالي يا رب العالمين، قل أعوذ برب العالمين، قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا رب، بسم الله. والله انتو بتحروني امزح. حصنوا مروة راتب، حصنوا مروة راتب، حصنوها ولتحت الارض ريتك.
انت بعد بدك تحصين، انت بعد بدك تحصين، وفي حصان وراك 3-4 امتار شي يمين وشي عشمال، اكبر من هيك حصن ما فيه. عم بتنافسي حصن الصين العظيم، بعد بدك ترقيه، وبعد بقى كيف الك عين، كيف الك عين، ولك ما بقى تعرفي شو بدك تعملي، جوع مشاهدات، بس شيلي هالدريير اللي دحشتيها فيك وشوفي بعدين اذا العالم رح بتضل تتابعك. اذا هالقد خايفة من العالم شو بدهم يحسدوك؟ انت اذا حدا بده يحسدك هو فرد شخص ومعه حق، هو مزارع للدجاج، لانه معروفة الدجاجة البياضة بيكون قفاها هالقد قده، فانت عندك قفا 3-4 امتار مرغوب من كل المزارعين للدجاج، لانه بتصير الدجاجة تبيض اكتر. غير هيك ما بعتقد انه اصلا المزارعين للدجاج فاضين يتابعوك، فما تفكري البنات حاسدينك ولا الشباب ولا حدا اصلا قاري ما شايفين غير هيدي الفازة الغريبة العجيبة يلي ما قلها تفسير منطقي بمعايير جسم الانسان. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. الهام شاهين كيف تصرفت لما سألها احد الاعلاميين عن موضوع عادل امام لما كان عم بيتداولوا انه صار عنده نوع من الخرف؟ خلينا نشوف شو ردت فعلها على هذا الموضوع. اكيد انت على تواصل مع النجم عادل امام بعد الشائعات الغريبه اللي عماله تطلع عليه؟ لا ما تواصلتش، ولما يبقى في شائعات ما تسالوش عنها عشان انتوا اللي بتروجوا لها، من فضلكم. لا كلمه شائعه ما تسالش فيها، في شائعه وبده يسال فيها، وهذا اعلامي وهذا شغله وهو حر. ما نعيش بك حبيبتي، روحي اعتزلي المهرجانات، حاجه من مهرجان المهرجان عرفنا. نفس العالم، نفس العالم بيجيبون قبل المسرح والإضاءة، إلهام شاهين وكم وحدة، خلص خلص زهقنا وقرفنا. ولا وبيقعدوا بيتفل إشاعة ممنوع تسأل. ليه حبيبتي ممنوع يسأل؟ هو شغلته يسأل. منك حابة تنسألي لا تروحي على المهرجان، مثل ما أنت عندك شغلة هي هلأ، أنت ما عندك شغلة وعملي غير تتكرمي بالمهرجانات، هو شغلته يسأل ويستفسر لحتى يجيب سكوب وياخد أجر مادي على شغله. بس هيك تجي وبهالطريقة مثل ناظرة المدرسة عشوائي لح تفقعه بالمسطرة وتقول له افتح ايدك ويلا، مش مقبول هيدا التصرف أبدا من ممثلة صار لها زمان بالمجال، وبتعرف كل حدا بيدوره بمجال الإعلام أو بمجال التمثيل كيف لازم يتصرف وشو لازم يسأل وشو لازم ما يسأل. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. انتشر فيديو بمواقع التواصل لدومينيك حورانة عم بتمثل مقطع، خلينا نشوف كيف كانت النتيجة. هاي مدام بدك مساعدة؟ ايه يا ريت بليز. معي غير هالشنطة؟ لا انا بهري الهايت باكر على فكرة، ما بياخد كتير بالسفر. كل هول؟ مدام انا دوامي خلص، بعتذر منك. شو بعمل؟ بس الشنط كتير حلوين. يعني انا دغري هلأ بس شفت هيدا التمثيل الرائع والجميل اتصلت على السريع بشركة الفسيخ للانتاج الفني، لانه تمثيلك ولي تحت الارض رايتك ريحته زنخة سردين مع فسيخ، مع فسيخ مع 6-7 شهور بالبيت، يعني من وين بتجيبوا الثقة انت بالاغاني ويلا ماشي حالك. مرة رحتي ومثلتي مسلسل مع توني خليفي وقتها كنا ما بعرف اذا بالتسعينات ولا بالالفين، وهالمسلسل كسر الدنيا لدرجه ولا حدا حضره، كان فيهم يعملوا ليله الدخله بالمسلسل ولا حدا بيعرف فيه من كتر ما حقق نجاح ومشاهدات. من وين الثقه حبيبتي هلا جاي ورجعتي لي على التمثيل وعم تعملي مقاطع مضحكه؟ من وين؟ من وين الوان يا حبيبي على السريع؟ تركي هيدي الشغلة من أساسها، يا حرام المنتج يمكن لهلأ مأفلس وقاعد بالحبس من وراك ومن ورا توني خليفة. تعتير استقيلي قبل الكارثة. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. انتشر فيديو بعتولي إياه لأحد المحجبات يلي على موقع تيك توك، خلينا نشوف. بتحذرني أي نون شوفي تحت البنطلون، ما تحذرني اي لون وشوفي تحت البنطلون، تحت الارض رايتك احتراما للبنت المحجبة. روحي يا حبيبة قلبي شيلي هالحجاب عن راسك، وهي الخيارة اللي بايدك حطيها بهون مطرح واعتزلي هيدي الشغلة، لانه حرام بقى تشوهوا
صورة البنت المحجبة، مع انه هي البنت المحجبة ما انا بحاجة لألكن لحتى انتو تمثلوها ونحن بنعرف شو هي، بس عيب، عيب والله عيب. اذا قادرة تطلعي بهذه الطريقة الاوفر، يعني ما يعني ما حدا جابرك تحطي هذا الشيء على راسك الا اذا انت حاطتي، لانه بتعرفي حيصير الجدل ويعمل ضجة. صرت عم شوف كتير هيك قصص على التيك توك، وللأسف اكتشفت انه ادارة التيك توك في كتير اشياء اباحية ما عم بتشيلها، وتحت الارض رايتك عرات هيك مواقع بتروج لهيك اشخاص. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. مثل العادة ما في داعي اذكركم، فيكم تتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع اللي في جزء كبير منهم انتم نقيتون بهذه الحلقة. اذا كنتوا بتشوفوني لاول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات، بنصحكم تعملوا سبسكرايب. اكيد بحب وجه تحية لكل الاشخاص اللي وصلوا لاخر الفيديو وعم يحضروا لحد هيدي اللحظة وما خلوا فقرة الا ما تابعوها. اكيد بدي اذكركم باهم الشيء لحتى ما يفوتكم اي شيء جديد، انه ترنوا الجرس لانه اللي جاي اقوى بكتير.